بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا أعنا على النجاح في كل امتحان كتبته لنا واجعله دائما لنا لا علينا، آمين يا عظيم يا كريم. أما بعد، السلام عليكم. والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر سبحانه وتعالى. فأما إن كان من المقربين، هذا هم السابقون السابقون، فروح وريحان وجنة تحتها الحاجات. وبعد القرآن قد مررنا بهذه الآية الكريمة في السابق. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين كذلك. وأما إن كان من المكذبين الضالين، كذبت بالوحي، كذبت بوجود الله، كذبت بوحدانيته فضللت، فنزل الحميم. أهلا وسهلا كونك نزيل في الحميم. Tu es un vrai hôte de l'eau bouillonnante. وتصلية جحيم دخل كرب الجحيم وعذيبك فيها أبد الآبدين. إن هذا لا حق اليقين، أي مضان كل القرآن ولا في السورة الكريمة. إن هذا له هو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم، أي نزهه من كل كذب وكل تدنيس. نسأل الله السلامة في كل أمورنا حتى نكون نزلاء دار المقامة وهي جنة النعيم.